يا ست يا ست، رصيدي بيفصل، رجعي لي النت الله يخليكي. اللي اختار الستات لوظيفة خدمة العملاء ده كان راجل محنك، لأن طبيعة الست بتتناسب في التعامل مع الراجل والست. محمد كان عميل، فكر يا عيني يتصل على خدمة العملاء لأن النت عنده فصل. وأول ما اتصل ردت عليه الموظفة الحنينة، قلت له أتشرف باسم حضرتك. محمد، الله يا محمد، عامل إيه يا محمد؟ أحوالك كويسة يا محمد؟ النت فصل عندك؟ فصلوا عليك النت؟ آه يا عيني يا ضنايا، لا 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 لا، ملهمش حق يا محمد. لحظات معايا على الانتظار جاري تنفيذ طلبك. محمد زهق من الانتظار وقفل السكة. اتصل فردت عليه الموظفة الفضولية، محمد ازيك، فصلوا عليك النت؟ ممكن اعرف يا محمد كنت بتتفرج على ايه ساعتها؟ كنت بتكلم خطيبتك؟ طب سؤال تاني يا محمد مهم عشان نعرف بس نحل المشكلة، تجاوب معايا، كنت بتتكلم انت وخطيبتك في ايه؟ ماليش فيه. محمد زهق وقفل. اتصل تاني فردت عليه بقى الموظفة اللي هتخلص له وتجيب له من الآخر، قلت له بقول لك ايه، بسرعة ورايا، انا مستعجلة ومش فاضية، وهجيب لك الزتونة. انت هتشيل السلك، تحط السلك تراستر الراوتر، ده موبايل مش راوتر. اوكي خلاص، شيل الشريحة، حط الشريحة راستر الموبايل، المهم يا محمد تراستر اي حاجة، وبعد كده هتلاقي النت رجع. مرجعش كلمني تاني عادي جدا. بعد كده محمد زهق، قام جاي متصل تاني لان النت برضو مرجعش. فلما اتصل تاني ردت عليه الموظفة التانية، قالت له لا 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 لا، بقول لك ايه، حضرتك اتصلت على ناس كتير قوي. وفاكر ان انا بقى هساعدك بعد كده؟ لا يا حبيبي، كنت اتصل عليا من الاول، اسفه شوف لك غيري. محمد اتصل فلقى موظفة جديدة بترد عليه، فطبعا الموظفة الجديدة بتبقى متوترة، قالت له ايوه يا فندم، ايوه، لا لا لا، الشتيمة لا يا فندم، ارجوك يا فندم، النت فصل. تمام يا فندم، طب انا هحاول اساعد حضرتك، اهدى بس عشان خاطر عايز تكلم التيم ليدر. يا فندم لو سمحت، لو سمحت بلاش الشتيمة بالاب والام، لا لا لا، الشتيمة بالاب لا، ابويا ملوش ذنب يا فندم، لحظات معايا على الانتظار. يعني البنت راحت للتيم ليدر استاذ ابو الخير، قالت له يا فندم حضرتك استاذ ابو الخير ارجوك، العميل عمال يعني يشتمني بالاب. قال لها شتمك بالام حبيبتي؟ قالت له لا لسه. قال لها لو شتمك قولي له الله يسامحك. انه ييأس؟ ابدا. اتصل بقى على الموظفه الثوريه، قلت له محمد اللي بيحصل معاك ده اهانه للكرامه. لا اوعى تسكت، بص يا محمد، انا هرفع لك شكوى في الشركه، وهرفع لك شكوى في نفسي، وهرفع لك شكوى في زمايلي، لو ما جابتش نتيجه يا محمد نشتكي تاني وتالت ورابع، المهم اوعى تسكت يا محمد، ده حقك ولازم تجيبه. سلام يا حبيبي. محمد قفل ويئس وقال لك مش مشكله، نت عادي جدا، خلاص بقى هعيش كده يعني. فجاه لقى برايفت نمبر بيتصل عليه، فرد، قالت له انا موظفه من خدمه العملاء. قال لها يا ما انت كريم يا رب، اخيرا النت رجع. قالت له لا حضرتك، انا الموظفه الغيوره، اشمعنى اتصلت على كل اصحابي اللي في الدور الا انا؟ اشمعنى انا ما اقولش لحظات معايا على الانتظار جاري تنفيذ طلبك؟ هو انا ماليش نفس ولا ايه؟ Dan Modem 100% smartphone. من هاتفنا المحمول الى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.